اعتذر. السيف ابو بكر. صرحت انه البرستيج اللي عاملينه بعض الفنانين ما له عازه وما له طعمه وما بتشتريه بفرنك. مين اكثر واحد من هالفنانين بتشوفه صار عايش هالبرستيج وما عم يقدر يطلع منه؟ تيم حسن، باسل خياط، قصي الخولي، ام عابد فهد؟ مين اكثر واحد اسير حاله البرستيج تبعه؟ عابد فهد. عابد بحب البرستيج يعني. مين بحب البرستيج يعني؟ مين عابد فهد. عابد فهد ايه. ولا ترددت ولا قلت اخي خليها كلها عابد فهد ولا اكل الكرعيبه. لا يعني بعدين على فكرة ولا واحد منهم بيحب البرستيج، بس كنت وقعونا. أخي عابد بيتحملني رفيقي شلون شيء تاني. عابد شوف، عابد شوف يعني ملزق كمان بالغير، ملزق بغيره تبع غيره بيضة وغيره حمراء ما بينقام يعني. طيب. عابد كرعيب حابد. طيب شو خلص يعني... جاوبت صح. قولوا يا الله خلينا حلال عليم الله على الاخر خالص اليوم ابو شو خالص انت المنتهي. باسم منتهي يا شباب. سؤال يا رجل يا سؤال انت ما بدك تكمل السؤال، ما خليتك تكمله. هي لا اذا هيك بدنا نبلش في قطاط هون. شو عم تعمل بسك شو ذبحنا باسم. لحظة شوي، لحظة أنا رح خلي لك، رح خلي لك يا يهرب، رح خلي لك يا يهرب. طيب أيمن يا حبيبي، أنا بالعادة يعني بريد إنه يفتحوا لضيوف، إيه بس أنا حاسك أول ضيف بدي أركض وراه مشان ضبه. هدي لحظة شوي، هدي لحظة شوي، كثير لا كثير تنفعل. هدي يا باسم، هلا حكيت كلمة ستعاقب عليها. ما أنا؟ مدى الحلقة. مدى الحلقة. اعتذر. اعتذر. السيف أبو بكر. أنا أقول لكم ليش؟ لأنه اللي ما بيعرفه بيجهله، أنا إلي تجارب ما بقدر بعرف.